معلوم من طبيعة الحال عندي مؤهلات ديال الغناء، خاصني غير شوية نخدم على الصوت ديالي وغادي نبقى نغني. علاش لا؟ بزاف ديال المغربيات كنا شفناهم في عرب ايدل، كنا شفناهم في ستوديو دوزيم، كنا شفناهم كان الصوت ديالهم لا علاقه، ودابا تبارك الله ولاو فنانات كبار. حيت هذاك الشيء هو اللي ولا خدام في اليوتيوب المغربي. على حقاش انا من بعد ما كنت كنصور فيديوهات، كنت في الاول ماشي في الاول كنت كنصور فيديوهات محترمين بغض النظر على داكشي اللي كنشوف دابا. كنت كنصور فيديوهات بكولون ببيجاما، اي مرأة تقدر تلبسهم عادي جدا، تيبقاو يدخلوا لعندي لا علاش ومرأة مغربية وحنا وهادي ومن هنا، بزاف ديال الهضره. نت قلت لهم صافي واخا انا غادي نصور لكم بحوايجي هكا، انا غادي نولي نلبس انا التكشيطه، والله العظيم تيكون بعض المرات الصاد وكيكون هذا وتلبس شي حاجه هكا حد هنايا وتلبس، تنقول لا خليهم راه ما كيشجعوني راه مزيان. اذا بيا لقيت راسي راه داكشي غير وعود كذبه، ما كاين حتى شي حاجه. بزاف ديال الناس تواصلوا معايا ديك الساعات ووعدوني بزاف ديال الحوايج، هي تيكذبوا عليا ما كاين حتى شي حاجه. بحال واحد المره تواصل معايا واحد مول المحل كبير، ما غاديش نقول سميتو، هو راه غادي يعرف راسو اكيد فاس. كنت فرحانه ما عنديش الفراج ديك ساعات والبرد، وكان قاتلني البرد في الدار، وتواصلوا معايا قالوا لي فتيحه ملي بدلتي المحتوى احنا الصالون ديالك على حسابنا غادي نفرشوا ليك هادي، وفرحانه ومشيت جبت السيد وخذا لي العبار. تخيل معايا واحد تيقول لك غنصيفط لك الطلمت وكتعبري الدص، ما عندك لا عود لا والو، كتعبري الجليج وصيفط لي العبار وفرحانه وبزاف. وهذا غير واحد من بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس وعدوني صافي ملي بدلتي المحتوى لقيت راسي راه ما كاين حتى شي حاجه، راه غير وعود كذبه. وقلتها لهم، قلت لهم تينافقوا حنا ماشي ما تنعممش، راه ما تنعممش. بعض شي وحدين تينافقوا تنقول، قلت لهم الشعب منافق، تنافقوا بعضياتنا بزاف. اذا بيا تنلقى راسي هذوك مثلا اللي كانوا كيصوروا الروتين، ها اللي ما عرفت شنو دارت، ها اللي تبارك الله زادت القدام، هذا انا باقا كندور غير في حلقه مفرغه، باقا عير داكشي اللي باقا فيه هو اللي باقا فيه. قلت انا علاش لا، غادي نرجع غادي نصور. كنجيب بزاف دابا كيصوروا بدو بياس، كيطلعوا لي لايف سكرانين، التخسار ديال الهضره من السنطه لتحت، وكتلقاي راسك راه داخل فيه، داخل عندهم لايف كدير اللايف كتبدا تخسر فيه الهضره، داخله فيه 3000 واحد 4000 واحد. علاش كلهم وليدو اللي كيدخلوا يتفرجوا الاشباح؟ يعني راه المغاربه، يعني القدره راه كيعجبهم هكاك، راه كيعجبهم داك المحتوى، راه غير بنادم كانوا كينتقدوك بحال الا حنا سبحان الله العظيم ما كيبغوكش، ملي تيشوفوك راكي زايده بواحد الحاجه لقدام تيبغيو يرجعوك. وانا درت فيهم راسي رجعوني، ولكن ان شاء الله مازال غادي نمشي به لقدام بعيد. غادي نصوب فيديوهات اللي كيعجبوا المغاربه. ملي كتدخلي اليوتيوب كتلقاي وحده راه لابسه دو بياس وكدير حركات بورنوغرافي وتتفرج فيه، وكتفرج فيه 3000 واحد و 4000 واحد. علاش كلهم هما هذوك الاشباح المغاربه؟ يعني راه كيعجبهم هذاك الشيء. علاش انا ما نوضش انا ما يجيش معايا دو بياس؟ ولا حيت انا فتيحه درويشه ما عنديش؟ لا، ولا حيت انا ما مشيتش لبست لهم فواحد لوطيل اللي كيسوى مليون ليله؟ حيت انا ما مشيتش لبست لهم معايا في الدار ديال السكن الاقتصادي؟ لا، حتى انا راه غايجي معايا وعندي الفورمه وعندي المؤهلات وعندي بعدا ما نبين ما كرشي مخارجه ما حتى شي حاجه، عندي فورماتي مقاده الحمد لله، عندي الفورمه ديالي مقاده، عندي الفورمه ديالي زوينه، عندي المؤخره، عندي صدري، عندي كرشي، عندي كرشي ما كايناش، الكرش ما كايناش، تبارك الله عندي فورمتي زوينه، فورمتي زوينه وفيها ما يتشاف. بصح معلوم غادي يتزوج والله يعاونو. اصلا انا غادي نهضر لك على هادشي ديال الزواج. علاش انا دابا غادي نساعدو باش يتزوج؟ تيبقاو دابا المغاربه نهار انا مثلا اللي درت الروتين تيبقاو عليا لا عندها هي الدراري عندها الراجل، لا كون عير ما عندهاش الراجل، كون عير ما مزوجاش، كون عير احنا غادي نزوج هذا الراجل وغنبقى بلا راجل وغادي نتهنى وغيبقى يجي لعند ولادو ماشي غنطلق.
ولكن باش نرتاح باش ديك الساعه حتى الا صورتها ما يلومونيش. ديك الساعه غادي يقولوا انا ديك اللومه ديال الراجل 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 حنا غادي نحيدوها. وي راه ما عرفتش واش واحد والله ما عرفت هذه الهضره هذه. وي راه تيقول لي راه تنبغيك وهذا، ولكن قال لك تقهرت انا بالخدمه. السيده قالت لي غندير لك مشروع، غندير لك هادي غندير لك هادي. قال لك انا بغيت ندير مشروع، بغيت ندير باش نرتاح حتى انا في حياتي. الله يعاونو ما عنديش مشكل. ما كنعرفهاش، ماشي صديقتي. هاد السيده هذه كانت كتواصل بزاف ديال الناس تواصلوا معاه، بزاف ديال البنات كانوا كيتواصلوا معاه. رفت قلت لهم واحد المره وبزاف ديال اللي تيعيطوا عليه، بغينا نديروا لكم مشروع، بغينا هادي. كاينه اللي كتقول لك بغيت نجيبك لاوروبا، كاينه كل وحده شنو كطرح عليه. ملي تفاهم معاه هادي قالت لها ندير لك مشروع هنا في المغرب وتكون قريب من وليداتك وتكون هادي. قالت لي ما عنديش المشكل، يجي ولاديك عندي زعما مره مره وهادي. قلت لها الله يعاون. هضرت معايا قالت لي انا فقط بغيت عير الراجل في حياتي. قالت لك ما عاد شحال بقى لي نعيش. قالت لي بغيت الراجل يدخل ويخرج عليا، ما عندها لا ولاد لا حتى شي حاجه. كلمة أخيرة، تحياتي للمغاربة وتنشكر المغاربة داخل وخارج الوطن، وبغيتكم تشجعوني في المحتوى ديالي.